ثاني استشارة تيني بهالخصوص، اللي هو أنا عندي مشكلة ساكنة معاهم، وسكنة معاهم يا أما البيت ضيق أو أهله يعني متعبين، أو يعني أنا مو بقادرة، لا بيت مو بقادرة أرتاح فيه، وبعد مثلا أبو العيال شوي شديد علينا نحن، لا تطلعون لا تدشون لا، فتقول لي ما أعرف شو أسوي. فنفس الشيء حصل، الأخت هذه راحت عند أهلها عشان تريح ترتاح شوي، الريال ما يبى. طبعا احنا قايلين لا تطلعي من بيتك، بس في امور انت يمكن مو بطالعه زعلانه، بس طالعه تبين تتنفسين، بس بعد عليها اشارات استفهام. ولكن خلينا نكمل. ابويا عشان شو يشوف شو المشكله ويردك، هو ما يعني هو يمكن يا مع ابوه ما اعرف، بس ولكن ابويا فيهم الخير، فيهم الخير. زين شو تسوين انت ما تبين تردين؟ والله يا حبيبتي يعني لازم توصلين لحل وسط بينكم، انت تتنازلين شوي وهو بعد يعطيك شوي، ما يستوي انت كله تتنازلين تتنازلين وهو ابدا ما في حركه. شوفي الاب شو بيعرض عليك، شوفي اذا هم حاسين فيك ويبونك ترتاحين، ويمكن مثلا يعطونك غرفه زياده ترتاحين وياهم، هذا هي مشكله ضيقه. انت اذا مشكله اهلها، شوفي سالفه الاهل صعبه، يعني المشكلة أنا ما أقدر أنصح إنك تطلعين من بيت أهلها، لأن أحيانا يكون ولد وحيد وعايش ويا أمه، وأمه وخواته في البيت، وهو الولد هذا الوحيد ما شاء الله في وسع في مكان. كيف أنا أقول لك خليه يطلع؟ بس في نفس الوقت أنت لك حق إنك أنت يكون عندك خصوصية، أنت لك حق إنه أنت تسكنوا مع بعض في بيت بروحكم، هذا هو الشيء الطبيعي، يعني الشيء اللي الكل صح نبدا عند اهلنا، انا بديت عند اهلي وبعدين في النهايه ننتقل الى بيت اكبر ونعيش بروحنا مستقل، هذا هاي الايام تراها بتي. بس انت لازم تصبرين. اعتقد اذا مثلا بدا يبين بوادر ان انا بشتري بيت او ببني بيت، انت بتصبرين، تعرفين ان في شيء في اخر المطاف، في ضوء في اخر النفق، فانت على امل هالشيء، وانت على استعداد انا متاكده انك تكملين معاه وتضغطين عمرك بعد عشان البيت والمصاريف وكذا، بالعكس كفو عليك. بس انا اشوف انه لازم يراونك بعض الامل في حل انت يرضيك اذا كان موضوع بيت، اما اذا كان موضوع اهل بعد اتصور ان بعض التنازلات من صوبهم، عدم تدخلهم، اعطائك مساحه انهم ما يحتكون فيك وايد، انه يعتبرونك انت وحده عايشه برا بروحك عادي، ما بيكون في خلطه، يعني تتغير بعض الامور بحيث انك انت تعيشين بسلام اكثر وهدوء اكثر مع اهل الزوج. الله يحفظك.